الخاصة بالمطبخ ونمشيو لعند بشرى من طنجة. مرحبا بك بشرى. لك الحبيبة يطول عمرك. تخبارك شبار الوليدات على خير؟ يصبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا. الله يجازيك الحبيبة يطول عمرك. اش كتقترحي علينا بشرى من وصفاتك؟ عندي حليوات، كاين واحد الحليوة ديال النوكا وكاين حليوة ديال بلا شابلور. اللي حبيتي يا بشرى؟ اللي بغيتي اللي بغيتي حبيبتي. شوفي هادشي واقيلا يلاه جديد، عاد كتجربيه جديد؟ هادشي عطاتو لي واحد الاخت وجربته ولكن الحمد لله مزيون. يلا ناخذ نشوف النوكا. كنت بزاف العز سميره من فاس. ناخذ النوكا. بغيتي النوكا؟ كاين كيلو ديال الكاوكاو محمر ومقشر وما يرمش، كاس ديال العسل، كاس ديال الحليب محلى، جوج معالق ديال الكاكاو، نعم 80 غرام الزبده، 50 غرام السنيده تقريبا كتعادل حسب المعالق، 130 غرام ديال الدقيق. هنا راه الوصفات كيخصهم يكونوا مضبوطين. مضبوطين هادي باش كتجي مزيانه. شويه ديال الملحه والخميره ديال الحلوه، يعني غير شويه الخميره ديال الحلوه غير معلقه ماشي بزاف. وشويه ديال الشكلاط، داك الشكلاط المحبب. الشكلاط المحبب الشكلاط ديال الكوكيز. اه هو هذا. وشويه ديال اللوز. وبيسكوي مهرمش، كنهرمشوه رقيق غير بيسكوي واحد. بيسكوي واحد يعني باكيه او لا حبه واحد؟ لا باكيه. باكيه. مهرمش باكيه كنهرمشوه رقيق. و50 غرام ديال الشكلاط اسود. شكلاط اسود عادي اللي غيدوب؟ عادي هذاك كندوبو هذا. الطريقه تفضلي. كناخذو في اناء شي كاس، نعم، كنديرو فيها الكاوكاو، كنضيفو عليها داك العسل المحلى، العسل والحليب محلى، وكنبقاو نحركو على نار مهيله حتى كيتجي مع داك الشيء كيعقل. مع كاوكاو. مع كاوكاو كنزولوه. كنقبطو داك ديال السيليكون اللي كنصوبو فيهم الحلوه. المول. المول ولا اللي ما عندوش كيعمل غير طاوة كيدهنها بالزبده وكيفرش فيها هذا الخليط. كنخليوه الا كنا غنفرشوه بحال دابا في هذا كنغطيوه ونخليوه واحد شويه ما كنوجدو عاوتاني الدقيق وداك المسائل ديالنا. كنقبطو الدقيق اللي عندنا 130 غرام. كنزيدو عليها داك جوج معالق ديال الكاكاو والخميره، شويه ديال الملحه، وداك 50 80 غرام الزبده. كنجمعو الكل، وإلا ما تجمعش بحال دابا كنزيدو معلقه ديال الماء بارد ولا الحليب. وكم نديروها في كيس غذائي. هنا ما عندناش سنيده، مازال ما درنا السنيده. لا زي كاينه السنيده. هذا عندنا الكاكاو، الزبده، السنيده، الدقيق، الملحه، والخميره. هادو كاملين كنجمعوهم. قلنا الا ما تجمعش كنزيدو شويه ديال الماء بارد ولا الحليب معلقه. كنديروهم في بلاستيك غذائي ونحطوه على جانب. نعم. من بعد كنفرشوا بحال دابا كنديروا على ما كتبقى العجينه غير شي شويه في الثلاجه كنجبدوها كنفرشوا كنديروا الطحين في الطبله اللي غنصوبوا فيها. وكنطلقوا داك العجينه. كنديروا اقراص دائريه. كنرشموا اما بالكاس اما على حسب داك القياس اللي عندنا ديال السيليكون اللي غنديروا. اما على حسب القياس واما على حسب داك فاش كنديروا في داك الصفيحه المعدنيه كنديروا كنرشموا بحال دابا في داك الكاتنيت. المهم قد العبار ديال النوكا، قد العبار ديال العجينه. هكا قد كيجي. وكندخلوا للفران كيطيب، يعني داك البسكويت غير كيطيب بوحديتو مازال ما درنا معاه حتى حاجه. لا كنحطوا داك البسكويت كنحطوا فوق منه داك النوكا. داك النوكا كنجبدوها بحال دابا فاش كناخذوا داك العبار ديالنا في السيليكون. كنقلبوها وكنهزوها. هي راه دغيا كتقلب حيت كتجمع داك الحليب. كنحطوها فوق داك العجينه اللي درنا. نعم فهمتيني اختي هنا؟ كيجي نص عجينه ونص نوكا. يعطيك هكاك. وكنزينوها من الفوق بداك الشكلاط اللي عندنا، داك
داك الشكلاط الكبيبر ناكل الناس الاول الاقراص ديال الكوكيز اما كيكون صغير واما كبير يعني كنديروا حيده من الفوق من بعد كندخلوه للفران وكنزينو قلت لك بهذا الشكلاط هذا كندخلوه ما كاملش هذا غير بغيه غير جات داك العجينه الا هي طيبنا العجينه بوحديتها غير كنلصقوهم مع بعضياتهم حيت مازال عندنا البسكوي والشوكولات مازال ما عرفتش انا مازال متبعه معك ما كنتبع معاك يعني داك البسكوي كندخلوه للفرن ما بغيناش نلصقوهم وندخلوهم كندخلو غير البسكوي بوحدي يطيب بوحديته وعاد نضيفوا عليه النوكا من الفوق ونلصقوها كنلصقوا داك النوكا من الفوق شويه ديال الشوكولاته ولا هي دغيا معاها سخونه دغيا كتلصق كنزينوها بحبه ديال الشوكولات كوكيز من الفوق ايوه هكا باقي عندنا اللوز والبسكوي والشوكولاته غندوبوه من بعد كنقبطوا داك البسكوي بحال اللي غنحكوه ونزينوا به من الفوق هذا البسكوي اللي كنشريو من الحانوت بغينا نزينو داك البسكوي بغينا نقبطوا داك البسكوي بحال دابا ونديروه بوحديته كنقبطوا داك البسكوي وكنزيدوا عليه داك الشكلاط غبره داك الشكلاط اللي عندنا مدور فهمتينا اختي داك الشكلاط اللي مدور وكنديروا عاوتاني في السيليكون كيعطينا شكل واحد اخر كنحطوا جوج الحلوات على جوج الاشكال واش فهمتي اختي انا يعني الاولى فيها العجينه وفيها النوكا دابا هادو كيعطيو جوج تشكيلات يعطيو جوج الاولى بالنوكا والثانيه فيها بسكوي الشكلاط الاسود اللي مدوب معاه اللوز هكاك معاه اللوز وكنديروها عاوتاني في سيليكون في شكل اخر اما على شكل طولي واما على شكل مثلث واما على هذا كيجيونا جوج تشكيلات واحد بالبسكوي واحد بالنوكا واحد فيه اللوز واحد فيه كاوكاو بالنوكا كيجي بحال حلوه بريستيج كتجي هكا بريستيج كيجيو مزيونين كتنزليهم غير هكاك بلا ما ديري لهم الكاسات كتنزليهم هكاك ما بغيتيش كتصفيهم غير هكاك في البلاطو كتصفي نصيص هكا ونص هكا هادو كيجيو غير صغيورين كيجيو غير صغار قياس داك مثلا نقولوا قد خمسه ديال الدراهم هكاك الدوره ديال تقريبا هذيك الدوره اللي كبر منها شي شويه بحال هكاك وكيجيو هائلين يعني كيجيو فاش كتاكليهم كتجي داك الكاوكاو كيجي معلك بداك الحليب محلى وبداك العسل كيجيو مزيونين بزاف حتى داك النكهه ديال داك الصابلي كيجي داك الصابلي مزيون بزاف نعم اذا عندنا كيلو ديال الكاوكاو محمر مقشر ومهرمش كاس ديال العسل وحك واحد ديال الحليب المركز المحلى هادو كيطيبوا مع بعضهم حتى كيعطيونا النوكا ومن بعد عاد كنضيفوا عليهم هذاك البسكوي اللي صوبنا والشكيل الاخر كنديروا معاه البسكوي مهرمش كنشريوه من الحانوت كنضيفوا عليه 50 غرام ديال الشوكولاط الاسود اللي مدوب في البامغي بالاضافه لل كتكون القاعده الاساسيه هي جوج معالق ديال الكاكاو 80 غرام ديال الزبده 50 غرام سنيده 130 غرام ديال الدقيق الملحه والخميره هذه هي العجينه اللي غادي يكون فوق منها وكنحاولوا باش الناس يعاودوا يسجلوا حتى المقاييس والمقادير تبارك الله عليك بشرى تحيه لك مره اخرى بغيتي واحد العصير سريع الزربه فيه 4 ديال الدوائر ديال الاناناس فيه واحد طريف ديال سكنجبير خضر عرق و4 المعالق ديال السكر ويطرد الماء وعصير حامضه نعم وشويه ديال المكعبات شي 10 المكعبات ديال الثلج ولكن اللي عنده الاله اللي كتطحن الثلج اللي عنده اللي ما عندوش بلاش كيدير الماء بارد كنديروا الاناناس في المطحانه وكنقشروا داك السكنجبير كنحكوه ونديروه حتى هو وكنزيدو السكر وكنزيدو الماء والعصير نعم الحامض يطرد الماء يطرد الماء وعصير حامضة وحدة وكنطحنو كل شيء نعم إلا بقاو لنا داك الألياف ديال السكنجبير كنصفيوه حتى الأناناس دار لي حتى الأناناس كيكون فيه كنصفيوه وكنديروه في كؤوس وكنديروا داك الطريفات ديال الثلج من الفوق تبارك الله عليك بشرى والراحة الحبيبه الله يخليك شكرا جزيلا الله يجازيك الحبيبه يطول عمرك معاك بشرى كنختموا حلقه اليوم من برنامج
اللقاء المفتوح كيحييكم كل طاقم البرنامج سميرة السنساوي وبشرى بن عفقة رافقونا في الهندسة الإذاعية حليمة البوطي كانت معنا في التنسيق والمحافظة داخل الأستوديو حفيظ المحمدي في الإخراج مني هلا العيدي أجمل وأحلى وأزكى وأعطر وأخلص وأكبر وأروع تحية شكرا على المتابعة نتلقى بإذن الله.